أما نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أحمد الجيوشي فأكد أن نسب الرسوب في امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات ضعيفة، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودها لتطوير منظومة التعليم الفني. كما أشار رئيس قطاع التعليم الفني محمد الحلواني أن الوزارة تحاول أن تكون شهادة التعليم الفني مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. عندنا نسبة الرسوب تقريبا 10-12%، وده طبيعي جدا في هذه النتائج. وان شاء الله يعني احنا زي ما قلنا في المؤتمر الصحفي ان احنا ان شاء الله بنعد بمنظومة تعليم فني جديدة تماما في المناهج وفي التقويم وفي علاقة مع الصناعة وفي نمط التعليم ونمط التعلم. ان شاء الله كل ده منظومة جديدة عشان نقدر نطمن ولادنا على مستقبلهم ونطمن البلد على مستقبل التعليم الفني، ان احنا ان شاء الله رايحين لمستقبل جيد وان شاء الله نلبي حاجات سوق العمل من الايدي العامله الماهره في كل التخصصات وفي التوقيت المناسب ان شاء الله. لازم مدارسنا الطلبه بتاعتنا لازم تبقى خريجين يحملوا مؤهلات، المؤهلات دي تبقى طبقا للقياسات العالميه ده لازم تبقى موجود الخريج بتاعنا، بحيث ان هو لما يتخرج يقدر ينافس بيه. النهارده الخريج اللي هو مثلا في اي بلد من البلدان العربيه النهارده لازم يبقى فيه سوق للخريج بتاعنا. النهارده اللي يحمل الشهاده دي لما يروح بيها يشتغل بيها في الخليج او يشتغل بيها خارج حتى الدوله العربيه في الخارج لازم يبقى مطابقه للمواصفات وللمعايير الدوليه اللي بيختاروا بيها العاملين في الشركات دي.